النهارده مختلف، مش عن الابراج بس، هو هنتكلم الفيديو بيخص كل الابراج، لان انا اتسالتهم من ابراج كتيره جدا، يعني مش من حد من برج واحد، لا ناس من ابراج مختلفه سالتني السؤال ده، علشان كده جمعت كل الاسئله عشان ارد عليهم مره واحده، ما عملتهوش لكل برج، انا قلت اجمع كل الابراج مره واحده عشان نقدر اجاوب عليها. السؤال: ازاي انسى حد انا بحبه او كنت بحبه او لسه بحبه وهو سابني وبعد عني وقرر ان هو مش عايز يكمل معايا، بس انا بتعذب علشان انا لسه بحبه ومش قادره انساه؟ السؤال ده سالته من بنات اكتر بصراحه، يعني نسبه البنات للرجاله 80% 20%، فخلوني اجاوب على السؤال ده بمنتهى الصراحه. اول حاجه انا بتضايق قوي من السؤال ده، بتضايق قوي ان في بنات يبقى الراجل سايبهم خلاص، يعني انت بالنسبه له شخص مش مهم، انت بالنسبه له خلاص حد مش فارق معاه، وده ليه على كده هو سابك؟ ليه انت تقعدي تعذبي في نفسك؟ ليه انت تقعدي تقسي على نفسك؟ ليه انت تقعدي تنكدي على نفسك؟ يعني انا بتضايق جدا بصراحه، بتضايق لما واحده تيجي تقولي ده انا مبقتش عايز اعيش، مش عايزه ادخل الجامعه، ومبقتش اهو معاها زمانها في الجامعه مثلا، او مبقتش عايزه اروح الشغل ان هو زميلي في الشغل، ومبقتش قادره اكمل، ومبقتش. دي حاجه فعلا بتحسسني بالاكتئاب، اللي انا بحس كل النصايح اللي انا بقولها بتروح على الفاضي، ابراج بقى ومش ابراج ومشاكل عاطفيه، يعني ارجوكم اسمعوا الكلام بتاعي عشان خاطر انا اكيد عايزه مصلحتكم. تقريبا على 5 خطوات انا عايزاكم تمشوا فيها، عارفين اللي هو بادق التفاصيل كده، تمشوا كانكم يمين يمين شمال شمال، بليز. يعني اول حاجه البنت بتحب تحكي لي، بقعد اتفرج على المسجز بتاعته، هدايا دي لازم تتخلصي منها. اي حاجه هو جابها لك ما تفضلش في البيت، اديها لحد محتاج، رجعها له. يعني اصلا بستغرب ان في ناس بتفضل سايبه الهدايا، يعني المهم ان هي ما تفضلش معاك ليه، لان كل ما تشوفيها تفتكريه، ما تفكريش نفسك بيه، ما تفكرش نفسك بيها. فيري سامبل، اي هدايا جابها لك، اي حاجه خاصه بيه، اي ذكرى معاه، تختفي من حياتك، لان انت كده كده بتنكد على نفسك. عارفين يلا انا بحب انكد على نفسي، يبقى نمبر 1 بليز بليز بليز، اي مكان بيفكركم بيه، اي مكان كنتوا بتخرجوا فيه مع بعض ما يترحش، اي ذكرى، اي حاجه كومن كانت ما بينكم ما بين بعض، يا ريت ان احنا ما نعملهاش، يعني ما نحاولش ان احنا يعني نزعل نفسنا. ذكرى بسيطه جدا، يبقى يعني التليفون بتاعه بلاش يبقى قدامكم، يعني بلاش ان هو امسحوه من عندكم، يعني انا بفضل ان هو اكتبوه مثلا في اللابتوب، اكتبوه في نوت وامسحوه من عندكم. ليه بقى؟ لان كل ما تفتحي بقى، انا عارفه انا الحركات دي، وانا يعني اكيد انا بنت برضو في يوم من الايام اكيد عملت كده، اللي هو الاقيكي بقى فاتحه الموبايل وعماله تشوفي بقى هو كان اونلاين امتى على الواتساب، او كان اونلاين امتى على الماسنجر، او اونلاين امتى على انستغرام. بلاش الحاجات دي، يعني الرقم يتمسح، عشان بالتالي ولا واتساب ولا ايمو ولا الحاجات دي هيبقى هيظهر فيها، وده احسن لنا برضو. الحاجه الثالثه والمهمه جدا، دي حاجه نفسيه او سايكولوجيه انا عايزه اتكلم فيها مع الناس اللي بتبعت لي، هو حد خانك، او حد فضل حد تاني عليكي، او حد قرر ان هو مش عايز يكمل معاكي، طب انت ليه تفضلي متعلقه بيه نفسيا وسايكولوجيا؟ ليه؟ يعني هو اللي قرر او هي اللي قررت ان هي شي دازنت وانت، يعني بمزاجه، يعني هو انا بتكلم النهارده على حاله ان البارتنر بتاعك هو اللي قرر يسيبك وجرحك وألمك ووجعك. هو احنا ليه بنحب اللي بيوجعنا؟ ليه بندور على اللي بينكد علينا؟ ليه بنحب نبص دايما على نص الكوبايه الفاضي؟ يعني هو العالم كله ما عادش فيه غير الشخص اللي هو خلاص انت مش فارق معاه ده؟ ايه برتقاله انت بتعدي كده فجاه؟ ما عادش فاضل غير الشخص اللي بينكد عليك ده فجأة؟ يا جماعة اللي عدت ورايا دي بيبي سيتر برتقالة سي هاي بالساعة بتنام. يعني سوري يا جماعة، بس عشان في حد كان معدي فجأة في الفيديو، فدي بيبي سيتر بتاعت الولاد بتاعتي فهي معدية فاتخضيت. يعني المهم اللي عايزة اقوله، يعني هو خلاص بلاش نقعد الحنين الى فكرة الحنين الماضي، خلينا عندنا كرامة شوية. يعني البنت تبقى تبعتلي تقولي هو خاني مع واحده تانية، وبعد كده لما عرف ان انا ان هو خاني وعرف ان انا عرفت هزقني انا، يعني جه هزقني انا بيقولي انا فعلا بحبها وانت بتجري ورايا، انت بتفتشي ورايا، انت وصلت بيك الاهانه وقله الثقه انك تفتشي ورايا وكمان تقفشيني، ده انت غريبه قوي يا شيخه والله العظيم. تقولي هو قال لي كده، يعني هو قال لها يعني انت بتفتشي ورايا وكمان ازاي تقفشيني؟ ازاي انت 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 ما عندكيش، انت ما عندكيش اخوات ولاد؟ انت غريبه قوي، انت فظيعه. المهم فنرجع تاني للموضوع دوت، يعني
يعني انت وفي الاخر تقولي بتعذب ده انت معلش صار يعني في الكلمه انت اتضايقتيني اصلا يعني هو ليه يعني هو انت خلاص رجاله العالم اختفوا ما عادش فاضل غير الراجل اللي خانك مع واحده تانية وانتوا الاثنين مرتبطين وكنتوا هتتجوزوا وكمان لما قفشتيه قالك ايوه انا معجب بيها اكتر منك اصلا مش عايزك ويلا غوري من حياتي واطلعي من حياتي اصلا انت مش فارقه معايا وفي الاخر انت عماله بتبكي على اطلال واطلال ايه هو في اطلال اصلا ليه اطلال ايه بقى اللي انت بتبكي عليها وتقولي لي يعني انا اصلا يعني انا بجد كنت اجريسيف مع البنت دي وعشان كده عملت الفيديو ده بصراحه لان هي استفزتني عشان تقولي انا اتخنت ولما والغريبه ان في ناس بقى ده اللي انا مستغربه بصراحه معلش سوري بقى النهارده يعني هاجم الرجاله ليه الرجاله لما بتتقفش لما بيعمل حاجه غلط ولا يخون مراته ولا يخون خطيبته ولا يخون صاحبته ولا اي حاجه فجاه بياخد موقف ديفنسيف يعني يقلب عليكي بقى يفتكر كل عيوبك اللي في الدنيا طب واحنا لما كنا كويسين مع بعض ما افتكرتش عيوبي دي ليه او قبل ما تتقفش سبحان الله يعني انت ما اكتشفتش عيوبي كلها الا بعد ما انت مثلا الا بعد ما انا قفشت إن او اكتشفت ان انت بتخوني او ان انت على علاقه بواحده ثانيه يا جماعه ايه ده انا بجد دي حاجه مستفزه جدا وعلى فكره دي حاجه كومن ما بين كل رجاله العالم وكل اللهجات وكل اللغات وكل الجنسيات اول مره انا شفت مسلسل تركي برضو حصل نفس الموقف واحد خطيبته قفشته مع واحده يعني قفشته اللي هو يعني اكتشفت ان هو يعني على علاقه بواحده تانية صاحبته في الشغل وخارجين مع بعض وهو كان بيقولها انا في الشغل وحاجات كده ده مسلسل تركي اول ما قال لها وانت سايبه حياتك كلها وجايه تجري ورايا هم هؤلاء هم الرجال يا جماعه يعني فبالتالي حاجه انترناشونالي كده هو الراجل نفس الصفات والله العظيم ما يفرق بقى مصري على لبناني على اردني على تونسي على جزائري هو هذه هي صفات الرجل ان هو لما بيتقفش بيبقى اجريسيف بيحاول ان هو يعكس الموضوع يعني يقلب القرة عليكي وفي الاخر هتطلعي انت الغلطانه على فكره المهم الظاهر ان الفيديو قلب للبنات انا كنت عاملاه للراجل والست بس مش عارفه ليه قلب معايا البنات اصل انا البنت اللي بعتتي كانت مستفزياني قوي طيب تاني حاجة بالتالت حاجة بقى بتقولي لي اللي هي البنت بتقولي او هدايا دي حبيبتي تروح ترميها في البلكونة لو عندكم بواب والله العظيم بتقولي دباديب ومش عارفة ايه اديها بقى لولاد البواب على الاقل هيستفيدوا منها اكتر طيب اماكن بقى اماكن ايه اللي انت تروحيها اللي كنت بتروحي فيها بتقولك بتروح تقعد في الاماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها مع بعض عشان تفتكروا ذكرياته ذكريات ايه يا ام ذكريات يعني ذكريات ايه اللي تفتكريها ده المفروض ان انت تفتكري حاجه واحده بس ان هو قالك ايوه فعلا انا بحبها اكتر منك وسابك يعني انا عايزه اعرف بتتعذبي ليه طيب ما علينا عارفه الموضوع صعب وعارفه انا بقول كده بس عشان ايه يعني اغيظها واخليها اديها باور فعارفه الموضوع صعب واحيانا لو هي بتحبه بجد اكيد هي هتتعذب فعلا وهتبقى حاسه ان هي خلاص مش هتلاقي واحد تاني غيره وان هي كانت بتحبه وهو ما حسش بقيمتها وكرامتها طبعا لازم تبقى ناقحه عليها انا عايزه كرامتها تتغلب على مشاعرها في دايما بيبقى في صراع ما بين الكرامه كرامه الست او كرامه الراجل او كبريائك كراجل او كست في الحب وما بين الحب نفسه فانت مين هيتغلب هل هتقضي على كرامتك وتكمل في حبك مع حد مش بيحترمك مع حد بيهينك مع حد انت مش فارق معاه مع حد بيخونك ولا هتتخلى عن الحب اللي هيقضي على نفسك على ذاتك على كيانك على قينونتك اسمها قينونتك ولا اسمها ايه يا ولد مش فاكره فانت دي بقى اتس اب تو يو يعني بريفيرنسز بتاعت الناس في ناس هتفضل كرامتها وكبريائها وحياتها وناس للاسف هتفضل الحب بس ساعتها ما ينفعش تكلموا وتفتحوا بقكم بعد كده يعني لو قررتوا ان انتوا هتتنازلوا عن كبريائكم وكرامتكم وهتختاروا الحب وهتكملوا في الحب اللي بيهنكم اسمها ايه كينونه معلش سوري يا جماعه انا مش شاطره قوي في اللغه العربيه الفصحى شكرا مين بعتولي انا نسيت اسمه ايه لا يعني والله لازم اشكرك فولينج اب 19 ثانك يو اسمها كينونه بجد شكرا في حد بيقول لي ممكن سؤال عندك كام سنه لا بقى بصوا ده سؤال بتاع الحلقه كل واحد بقى يتخيل انا عندي كام سنه يعني توقعوا ان في اخر الحلقه اقول ان عندي كام سنه يلا كل واحد يقول لي انا شكلي يدي كام سنه اي حد اونلاين يقول لي هو يتوقع انا عندي كام سنه وفي الاخر اللي هيقول الاجابه الصحيحه هقول اسمه You're welcome. Okay, thank you. Yeah. Falling up 19. 33. Very close. لا مش في 33. طيب نرجع تاني الموضوع بقى شوف انتوا عمالين دلوقتي اللايف عمالين مين اللي بيقولي 25 يا ربنا يخليك ويكرم اصلك يا رب دي حاجة تبسطني ان انا اكون 25 لسه محدش حذر يا جماعة المسابقة لسه شغالة المهم نرجع تاني على الموضوع اللي هو البنوت اللي بعتتلي
بتقولي بقى ايه السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا 29 لا 36، مين بيقول 36؟ واحد اسمه محمد طاهر؟ لا 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 كده هزعل منك. 36 نو واي طبعا. رندا انا عندي 36 رايق جدا. لا ما تغششيش الجماهير يا رندا. المهم ارجع تاني للموضوع، بس موضوع السوشيال ميديا، هي بتقولي انا بقيت بفضل فاتحه الفيسبوك بتاعه، هي ما بتعملش اي حاجه، انا فاتحه الفيسبوك بتاعي بتشوف بقى مين بيعمل له كومنتس، مين بيعمل له لايكس، مين بي يعني تدخل على كل البنات اللي عنده. بتقولي انا ما بقتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا بدرس الفيسبوك والانستجرام بتاعه. ليه يا حبيبتي؟ ما هو دي بقى المشكله اللي انا عايزه اقول لكم تحلوها ازاي. اول حاجه انت فاضيه لازم تشغلي نفسك، فمش تشتغليش دوري على شغل. لو قاعده في البيت مثلا عندك امتحانات ذاكري يا حبيبتي، يعني المهم ان انت تشغلي نفسك. انت كل ما انت كل طول ما انت فاضيه ففي مخك شغال، دماغك شغال، يبقى لازم تشغلي دماغك. تروحي جيم، اخرجي مع اصحابك. على فكره بحس ان خروج مع اصحابي، يعني انا يوم الخميس اللي فات ما خرجتش مع اصحابي كنت متضايقه، النهارده اخذت بنتي وخرجت مع صاحبتي من ايام مدرسه علياء. هاي علياء يا ريت تتفرجي، علياء برج الجوزاء يا جماعه. فبسط. فبالتالي حاسه ان انا لو كنت متضايقه من حاجه انا نسيت انا كنت متضايقه من ايه. يبقى الخروج ان انت تخرج مع اصحابك، تشوف اماكن جديده مع اصحابك، هتخليك تنسى الموضوع، هتبدا تقلل تفكيرك. انا مش عايزاكي تقعدي لوحدك كتير، على فكره الوحده بتولد التفكير، بتولد الاكتئاب. فكل ما انا هفضل قاعده لوحدي اكتر كل ما هكتئب اكتر، هفتكر حاجات تضايقني اكتر. اكيد انا مش عايزه كده. فبالتالي انا بنصح اي حد عايز ينسى حد بيحبه، بلاش تقعدوا مع نفسكم اكتر، بلاش ايه بلاش. مهمه قوي قوي، لو انت عايز تنسى حد يبقى لازم بجد ما تقعدش تشغل تفكيرك بيه، لان كل ما هتفكر فيه كل ما هتتعلق بيه اكتر. التفكير طالما انت بتفكر فيه يبقى انت هيفضل ثابت في عقلك فثابت في قلبك. يبقى انا خرجه من عقلي الاول عشان اخرجه من قلبي. خرجه من عقلي، كل ما يجي في دماغي لازم انساه، لازم افتكر هو عمل ايه معايا وحش، لازم اسخن في نفسي. عارفين يعني ايه اسخن في نفسي؟ يعني افتكر الشخص ده اذاني ازاي، او انا هو اللي سابني. ما هو اللي سابني، كل شويه اقول هو اللي سابني. انا ينفع احب حد ما بيحبنيش؟ هو ايه بيقولي انا مش هشوف كومنتس يا جماعه دلوقتي، ممكن في اخر الحلقه. طيب يبقى انا لازم اشيل الشخص ده من تفكيري عشان اركز واعرف بالظبط انا عايزه ايه. تاني حاجه بلاش الكومن فريندز، يعني في اصحاب مشتركين ما بينكم مش حلوه ابدا ان انتوا تفضلوا على علاقه بيهم، لان كل ما تشوفوا اصحابه تفتكريه او هتساليه عنهم فهيحصل، ممكن تتقابلوا صدفه. انا مش عايزه الحاجات دي كلها تحصل. بليز 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 يا بنوته جميله اللي انا هبعت لك اللينك الفيديو عشان خاطري، ما تجيش على كرامتك اكتر من كده. يعني انا قريت المسج، هي بعتت لي مسج يا جماعه طويل قوي، وقعدت والله العظيم قريتها في نص ساعه، مسج طويله جدا. فهي صبت عليها عشان حاجه، عشان هي عماله هي اللي عماله بتجرح في نفسها اكتر، هي اللي عماله بتتعب في نفسها اكتر. يعني هي ممكن تتخلى عن كل ده، وانا عارفه ان الموضوع صعب، يعني انا متاكده ان الموضوع صعب مش سهل، بس ارجوكي طلعيه من مخك. انت اللي بتكتري صورته قدامك، بلاش تفتكريه، بلاش صوركوا قطعيها، مسجاته شيليها. يعني اهو الشخص ده اللي تعمل له بلوك، يعني انت لو ينفع تعملي بلوك او تعملي ليميتد اكونت، ما تدخليش عليه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي يا جماعه بكرهها، انا بكره انا كرشا اقسم بالله العظيم اي هيت سوشيال ميديا. انا بكره الفيسبوك، بكره وات في بقى اختراع اسمه ايمو ده، يا ربي يعني يتقتل كده الايمو ده. ايمو بقى انستجرام الحاجات دي انا بكرهها، يعني بكرهها بجد. يعني انا اكتر حاجه بحبها هي انستجرام ويوتيوب، ما فيش كلام عليها. ايدي وجعتني. فانا معلش يا جماعه، هو انا فريندلي شويه فتلاقوني بخرج بره الموضوع وبدخل جوه الموضوع تاني، فبعتذر يعني. وعايزه بقى التعليقات السلبيه تشتغل، انا مستنياكم والله. انا عندي 5-6 اكونت والله ما هعمل لكم بلوك، انا مستنياكم تقولوا يا جماعه يا ريت اللي بيحبني لما يلاقي حد بيعلق كومنت سلبي عشان انا ما احرقش في دمي، هو يدخل يجاوب عني او هي تدخل تجاوب عني. عشان زي في حد اسمه لوس انجلوس ده لما حد بيتكلم معايا بطريقه مش كويسه، سبحان الله حاسس ان هو المحامي القانوني بتاعي على اليوتيوب. ربنا يخليك او يخليك، انا مش عارفه انت بنت ولا ولد. فارجع تاني للموضوع عشان انا كل شويه اخرج واطلع، معلش سوري انا مش مركزه قوي في الموضوع. يبقى انا كده انا برد على البنت دي، بليز بليز ما تفكريش فيه سوشيال ميديا، لا امسحي ارقامه، ما تروحيش اماكن ما تفتكرهوش،
تسمعيش اغاني حزينه يعني بجد بلاش بقى، اصل يعني بتقولي طول النهار عماله مشغله اغنيه مش عارفه نسيت اغنيه مين، اغنيه وائل جسار بس نسيتها، خليني ذكرى يعني. انت وبتبعتيها له يعني كمان وصلت بيكي الذكاء ان انت تبعتيه، ما تبعت ما تكلموش خالص اصلا، انت ما تحتكيش بيه كانه انا عايزاه يعني، استغفر الله العظيم يا رب، كانه اختفى من هذه الحياه باي طريقه، كانه ما عادش موجود في هذه الحياه، خلاص 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 اتس اوفر يعني، باك اوف بقى يعني، لمي امتعتك واستعدي لنفسك، اشتغلي على نفسك، شوفي الولد ده او الراجل ده سابك ليه وشوفي حياتك، انت اهم، انت احسن، ركزي على نفسك وعلى مستقبلك. يعني معلش سوري لما انت تخسي وتختفي يعني هتستفيدي ايه لما تيجي على نفسك عشان خاطر واحد ما يستاهلش، هتستفيدي ايه؟ خلاص هو الشخص لا يستحق حبك، لا يستحق تقديرك، لا يستحق اهتمامك، هي علاقه فاشله، هتقعدي تعيطي وتندمي على علاقه فاشله؟ ارجوكم ما تعملوش كده في نفسكم، ارجوكم يعني. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان تعملوا شير لاصحابكم اللي مش عارفين ينسوا الناس اللي بيحبوهم. اخش رندا عامله لكم لايك، يعني كلكم تعملوا لايك يا جماعه عشان خاطر رندا، عشان خاطري طبعا، وتدخلوا على الفيسبوك بتاعي وتشتركوا في الصفحه بتاعتي، واشتركوا على الصفحه بتاعت الانستجرام، دي حاجه بتشجعني جدا وتبسطني جدا جدا، عشان انا الناس اللي عندي على اليوتيوب للاسف مش عندي على الفيسبوك، مش عارفه ليه. ويعني هستنى رايكم على الكلام اللي انا قلته، وعلى فكره لسه ما حدش عارف انا كام سنه، يعني انا استنى بقى ما اشوف كده حد عارف انا كام سنه، لو انا وانا يا مالك نفس السؤال بس عمل في مكان اخر. اوكي انتوا بتتكلموا مع بعض، الله حلو قوي ان تتكلموا مع بعض يبقى في نت وركينج يعني في القناه يعني. طيب ما تنسوش تعملوا لايك عشان رندا تتبسط، اوكي؟ وتشتركوا في القناه وتعملوا الجرس عشان يجيلكم الفيديوهات الجديده، وتصبحوا على خير، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. 28 لا برضو، وثانك يو ان انت بتقولي 28، انا مش هقول على فكره، عمرك 34 صح، انا فعلا صح، انا عندي 34 سنة. مين بقى اللي قال كده؟ عشان انا قلت هقول اسمه، ايه ده اسمه مكتوب باليوناني اي ثينك، مش عارف هو ايه، هو اخ اللي كاتب 34 مالك، اوكي يا مالك، ثانك يو يا مالك، انا عندي 34 سنه يا جماعه، وعيد ميلادي كان 3/9 وانا مواليد 1984، شايفين شكلي صغير ازاي؟ انا مواليد 1984 ومواليد 3/9 انا عذراء، فانا عيد ميلادي كان الشهر ده يعني. انا بقبل هدايا عادي جدا، انا مفيش مشكله. بشكركم وتصبحوا على خير، وباي باي مع السلامه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما فيش حد عمل لايك اهو، وتشتركوا في القناه، ومع السلامه، تصبحوا على خير.